مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير، وفي هذا الاستقبال الخاص الذي تخصصه ساكنة حي الهودة للاعب المنتخب الوطني للفوتسال الذي فاز وتوج باللقب العربي، وتوج ايضا محمد اشرف سعود بهداف البطولة، وبالتالي ساكنة وأبناء حي الذي يقطن فيه محمد أشرف سعود يحتفون بهذا اللاعب في هذه الأجواء كما كتشوفوا إخواني الكرام، في هذه الأجواء البهجة من أجل أنهم يرضوا الجميل لهذا اللاعب اللي شرف الحي ديالو، شرف أيضا كل أهالي سوس وأيضا ساكنة مدينة أكادير. كما كتشوفوا هذا هو الحي بطبيعة الحال اللي كينتظر وصول اللاعب بطبيعة الحال أمام المنزل ديالو اللي غادي نقلوا لكم يعني هذه الأجواء بطبيعة الحال من أجل أن نقول لكم يعني هذه الأجواء أمام منزل اللاعب بطبيعة الحال الذي سيصل بعد لحظات صوب المقر ديال المنزل ديالو. ففي الاستقبال ديالو عدد كبير من فعاليات الحي وايضا مجموعه من فعاليات المدينه كما كتشوفوا معنا امام المنزل ديالو محمد اشرف سعود فخر حي الهدى. السلام عليكم. كما كتشوفوا اخواني الكرام مجموعه ايضا من الناس يعني كينتظروا هذا اللاعب امام المنزل ديالو بطبيعه الحال لانه شرف مدينه اكادير وشرف ايضا المغرب ككل بعد التتويج بلقب هداف كاس العرب داخل الصالات والمقامه في القاهره والتي عادت بطبيعه الحال للمنتخب الوطني. بطبيعة الحال معنا مجموعة من أبناء حي الهدى اللي غادي يعطيونا الارتسامات ديالهم بخصوص يعني التتويج ديال محمد أشرف سعود هدف البطولة
وهدف كأس العرب، وهذا يعني هذا بطبيعة الحال التشريف الذي شرف به المغرب ككل وأيضا جهة السوس وبالضبط حي الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كما كتشاهدوا أن الساكنة ديال حي الهدى الشباب ديالها والأسرة ديال أشرف سعود هي سعيدة بالاستقبال ديالو، بهذا الاستقبال، لأنه في الحقيقة شرف مدينة أكادير، شرف الحي الهدى اللي كينتمي ليه، وشرف المغرب بالأداء المتميز ديالو في بطولة العرب لكرة الصالة وكل البطولات التي شارك فيها، وهذا فخر لنا كأبناء حي الهدى، هذا الحي اللي كينجب أبطال في كل الرياضات، في الرياضة، في الثقافة، في الفن، في كل شيء، وحنا سعداء بهذا الاستقبال اللي كيخصصوا ليه الشباب والساكنة، فمزيد من العطاء وهذا تشجيع ليه وتشجيع لباقي المواهب الشابة. هاد الشباب ديال الحي كاملين قالوا اليوم هو غيجي من يعني من المعسكر اللي كان فيه من بعد يعني العودة ديالهم من مصر، فالشباب ديال الحي والأسرة ديالو قرروا أن يديروا لي هذه المفاجأة وهذا الاستقبال كتشجيع وتحفيز له بهذه المناسبة. فكما سمعتوا إخواني الكرام، فهذه شهادة لأحد أبناء حي الهدى، بطبيعة الحال اللي فكرناهم باش يديروا واحدة مبادرة مستحسنة من أجل تشريف يعني هذا اللاعب اللي هو محمد أشرف سعود، اللي بطبيعة الحال توج بهدف كأس العرب رفقة المنتخب الوطني لكرة داخل القاعة. فبطبيعة الحال هنيئا لكل ساكنات الهدى وأيضا كل المغاربة بهذا التتويج المستحق، وأيضا فوز المنتخب الوطني بهذه الدورة بطبيعة الحال اللي تقامت بالقاهرة. Thank you.
هذا لايف. شنو ممكن تقول لي بالضبط؟ يعني ربما انت مدرب سابق للاعب اشرف سعود، كيفاش جاك الاداء ديال ايضا هذا التتويج لهذا الكاس العربي؟ ربما ليس بالامر نهائيا باش انه اللاعب باش انه يتوج بهذا الكاس. اشرف سعود لاعب كبير، وانا كنت واثق انه لاعب كبير منذ بدايه لاكارير ديالو، والحمد لله اليوم بين انه لاعب كبير، وبين انه الصبر والمثابره والعمل هما اللي كيوصلوا لهاد المستويات اللي وصل لهم اشرف سعود. اشرف سعود مثال لاعب الانيق الجميل الصبور، نوع ديال اللاعبين اللي تيامنوا بالمستوى ديالهم، والحمد لله اليوم انه هداف كاس العرب، وانه في هذا المستوى في الفريق الوطني كيشرف سوس وكيشرف حي الهدى وكيشرف صقر قادير كفريق مكون لأشرف سعود، وتنتمناو ليه التوفيق ان شاء الله فيما تبقى من مساره الرياضي. دوماج انه الامكانيات ديالنا ولا الظروف اللي حتمت علينا انه ما قدرناش نحافظوا على أشرف سعود داخل الفريق، بان خسر الفريق يعني صحيح، ولكن يعني واحد اللاعب من حجم أشرف صحيح، ولكن كل التي تمشى بالامكانيات ديالو. جا فريق جديد للفوتسال ودار واحد الاستثمار وحاول يجمع اللاعبين المنتخب كاملين في هذاك الفريق، وحنا نهار اشرف سعود جا وخبرنا ما قدرناش نوفروا له هذوك الامكانيات اللي وفر له الفريق الاخر، وحنا الباب ديما مفتوح لاشرف سعود ود الفريق، وغيبقى ديما ود الفريق وغيبقى في القلب ديال الفريق، ونتمنوا ليه انه يدير مسيره مزيانه سواء مع الفريق اللي فيه هو دابا، ولا رجع للصقر، ولا مشى للاحترف على برا، ولا اي حاجه. اشرف سعود سي ان برودوي ولا لاعب منتوج اللي حنا كنفتخروا به الحمد لله. اليوم حنا ما قدرناش نحافظوا عليه في الفريق لانه الامكانيات الماديه اللي عندنا محدوده ك ك ك كفريق ربما من احسن الفرق ديال الفرق ديال القسم الوطني الاول، ولكن الناس اللي دخلت دابا الفوتسال عندها امكانيات كثيره. نتمنوا لها التوفيق ونتمنوا لاشرف سعود التوفيق. شكرا. انتم اخواني الكرام، هذا مدرب سابق للاعب اشرف سعود بطبيعة الحال بفريق صقر أكادير لكرة القدم داخل القاعة، اللي عطانا واحد نبذة على اللاعب وأيضا على الأخلاق ديالو وأيضا على ما كان يتميز به إبان يعني الممارسة ديالو بفريق صقر أكادير. وبطبيعة الحال اللي قال لنا بأن لاعب يستحق الاحتراف ويستحق يعني هذا المستوى اللي ظهر به رفقة النخبة الوطنية بكأس العرب بطبيعة الحال. فاستقبال حار تخصصه ساكنة حي الهدى لهذا اللاعب اللي توج بهداف البطولة وهداف كأس العرب بطبيعة الحال اللي تقامت بالقاهرة. في انتظار وصول اللاعب صوب المنزل ديالو، لا زالت الساكنة المحلية تنتظر وصول هذا اللاعب، وسط يعني واحد الأهازيج واحد البهجة وأيضا السرور بالمستوى اللي قدمه اللاعب اللي شرف كل المغاربة وشرف أيضا ساكنة أكادير وساكنة حي الهدى وأيضا جهة سوس بصفة عامة والمغرب ككل. فنتمنى أيضا التوفيق لهذا اللاعب في المسيرة الرياضية ديالو، وكنتمنى باش أنه ينال المكانة اللي كيستحقه، لما لا أنه يحترف بطبيعة الحال اللي كيبقى حلم لكل لاعب داخل البطولة الوطنية، سواء بطولة الوطنية الاحترافية أو يعني بطولة داخل القاعة، لأي لاعب كيتمنى أنه يوصل لعالم الاحتراف اللي هو كيبقى حلم مشروع لكل ممارس رياضي بمختلف الأنواع الرياضية.